فضيلة الشيخ أحمد الصباغ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربنا يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. ازيك يا مولانا؟ إن شاء الله تكون بخير. وحشني كتير والله. مشرف ومنور. الله يحفظ حضرتك. يا رب دايما كده ينفع بينا ويعلي من قدرك ويعلي كمان من علمك ونفعك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يجمعنا دايما على صعيد الخير والعمل الخير. أنا عارف إن في عزاء واجب في البداية، فلك أن تتقدم. طبعا إحنا بنتقدم بالعزاء الخالص، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين جميعا في قناة النهار، للأستاذة فاطمة شفيق، أستاذة فاطمة شفيق، رئيس التحرير برنامج اسأل مع دعاء، لوفاة زوجها المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ عيسى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل يا رب مرضه في ميزان حسناته، وأن يا رب يعني ينظر الله عز وجل إليه بنظرة رضا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم عامله بالرضا وعامله بالكرم وارحمه برحمتك الواسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا كل العزاء والمواساة القلبية والدعم للأستاذة فاطمة زميلتنا، وكمان زميلة دعاء طبعا، وإن شاء الله ربنا يصبرهم على ما ابتلاهم، وربنا يعني إن شاء الله يسكنوا ما قعدوا في الجنة. آمين يا رب. ويا رب يلحقنا به بإذن الله في وإن الجنة. وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا نعم. لا نقول إلا ما يرضي الله. نعم مولانا، الحقيقة رغم انه موضوع صعب، لكن الحقيقه من لم يوت له عبره نعم. فلا عبره له. نعم. للاسف الشديد الناس بتعتبر لحظه الموت بس. نعم. يعني دي نقطه مهمه، تلاقي الناس لما يحصل امر الله سواء في قريب او عزيز او حبيب او كذا، نعم، تلاقي المشهد صعب والناس كلها وكانها عادت فجاه الى الله. الله. واقتربت من الله. نعم. خصوصا في صلاة الجنازة ومشهد الدفن ثم في العزاء، الموضوع بياخد له يومين ثلاثة، تعيش عيشة كأنك مع الله ونسيت الدنيا وهموم الدنيا وأحلام الدنيا خالص. ولا تفرق معاك، ويقول لك انت كسبت فلوس خسرت فلوس، آخر همك. نعم. ثم طبيعتنا النسيان. نعم. وترجع ريما لعادتها القديمة. ازاي نخلي عبرة الموت عبرة دائمة؟ شوف، بعد ما نصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. هو قيل من أراد واعظا فالموت يكفيه، وقيل من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. نعم. وقالوا لنا إن الله أرسل إلينا واعظين، واعظ صامت وواعظ ناطق. الواعظ الناطق هو القرآن، والواعظ الصامت هو الموت. يا سلام. أمال إيه؟ يا سلام. ولذلك عايز أقول لحضرتك، دايما إحنا كعاديتنا بعد البشر لما نيجي نقول موت وقبر، أنت اشتريت لنا قبر يا ابني، اشتريت لنا تربة، التربة بتاعتنا فين يا بابا أو يا ماما؟ يا عم صلي على النبي، غرينا السيرة دي يا أخي، أعوذ بالله. أيوه. لا ده بالعكس، ده النبي قال لنا أكثروا من هذه السيرة. يا سلام. مش تشاؤم ولا حاجة، قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكري هازم اللذات، وفي رواية هادم بالدال اللذات. اللي هو الموت. يعني السنه بتقول لك بس ما يتحولش الى فوبيا. مفهوم. لا. مفهوم. يعني انا اذا قامت الساعه، وبالمناسبه الساعه مش القيامه الكبرى، من مات فقد قامت قيامته. اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليزرع، فان استطاع ان يغرسها فليغرس. نعم. دي مش هيستفاد منها. صح. بس قال لك ما تستسلمش. تمام. لكن هي ذكر القبر وذكر الموت سنة. من باب اليقين. وسنة. انا قصدي من باب اليقين يعني. وبيفوق الانسان. يرجعه الى ربه، ان ده مصيرك مصيرك. بتروح فين؟ هتروح فين؟ صحيح. وخاصة الاستاذ عيسى زوج الاستاذة فاطمة، ما يعز علينا، ولكن ده قدر الله سبحانه وتعالى، ان هو مات فجأة. بيبقى صعب قوي موت الفجأة ده. قوي يعني اصيب بجلطة ثم لقي ربه في اليوم التالي مباشرة على طول. بعض الأسئلة أو بعض اللي بيجي بقى في ذهن الناس، إيه علاقة موت الفجأة هل موت الفجأة ده لقيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه؟ يا سلام. قبل الطب ما يجيب لفظ موت الفجأة، سيدنا النبي قالها من أكثر من 1400 سنة. أيوه. تصور دي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وسلم. من علامات الساعة في جزء من الحديث، ويظهر موت الفجأة.
كده بالمصطلح ده بالنص. سبحانك يا رب. الله اعلم هم خدوها من حديث النبي او الله اعلم هم جابوها ولقوها موافقه مع النبي، مش فارقه معانا كتير، لكن الاكيد ان النبي هو اول من قالها. وفعلا في موت الفجأة ده تقول لي بقى سكتة قلبية، تقول لي اعزكم الله ربنا يحمينا ويحمي الناس يا رب وعافينا يا رب، سكتة قلبية تقول لي ده مش عارف ده ذبحة صدرية، ذبحة صدرية مش عارف هبوط حد في الدورة الدموية ماليش علاقة، هو فجأة مظبوط حلو كده مظبوط. يبقى اول قاعدة النهاردة موت الفجأة او كثرة موت الفجأة من علامات الساعة. الله اكبر. ادي واحد. الله اكبر. اتنين، طب هل موت الفجأة يا استاذنا انا قاعد كده بعيد عننا يعني وربنا يرزقنا حسن الختام يا رب، اللهم امين، موت مرة واحدة، هل ده دليل على حسن الخاتمة ولا سوء الخاتمة؟ ده السؤال. اسمع حضرتك. يمكن اجابي ما اجابتي ما تعجبكش. لا ما اسمع. طيب الحقيقة انا شايف ان لا ده ولا ده له علاقة بحسن الخاتمة. تمام. ده رأيي. تمام. انت استغربت شوية ليه؟ لا ما استغربتش والله. طيب هقول لك، لانه حسن الخاتمة هو السلوك اللي انت مت عليه. ايوه. مش اللحظة اللي مت عليها. الله عليك. يعني تمام. ايه؟ يعني انا الحمد لله في اواخر عمري. الهيئة. الهيئة ايه؟ الحمد لله ربنا هداني واستقمت وبصلي وبسوق وكنت مثال للمؤمن المسلم اللي يحب ربنا ورسوله ان يراني عليهما. ثم بقى اللحظة ربنا اختار ان انا اموت في الحمام، اصل بيقول لك اللي مات في الحمام ده سوء خاتمة. لا. هو يعني ربنا اللي موته في الحمام ده غضبان عليهم؟ طب وعبد الله بن سلول، ابن سلول لما مات في المدينة مثلا، ابو لهب لما مات في مكة في الحرب. بس الله يفتح عليك، خلصنا خلاص. فبالتالي المكان او اللحظة اللي مت فيها ليست دليلا على حسن الخاتمة او سوء الخاتمة. طب انا على حتة موت الفجأة دي بالذات عشان نوضح لسادة المشاهدين. فضل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على فكره انا ما بفتيش. لا لا ده انا باخد رايك. مولانا سال رايي فقلت رايي الشخصي الشخص انا اقصد الذي اراه من سياق عدل ربنا. ايوه اقصد بقى انا ابقى مسلم طائع ومحترم وبتقي ربنا قدر الامكان. نعم. ثم يجي لي لحظه موتي وانا في الحمام بستحمى او بغسل وشي او كذا، فعشان موتي في الحمام بيبقى سوء خاتمه وبالتالي مصيري الى النار. بص يا سيدي، لما سالوا سيدنا النبي طالما قلنا قال رسول الله خلاص طبعا عن موت الفجأة ده، ايوه، قال صلى الله عليه وسلم يا ترى هو سوء خاتمه ولا حسن خاتمه ولا الدنيا ايه؟ سيدنا النبي حط الاثنين. الله الله. قال صلى الله عليه وسلم موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة سيف للكافر وفي رواية للفاجر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه راحة للمؤمن؟ ربنا شايفك على درجة من الإيمان العالي قمة، وانا بصلي او انا بقرا قران، مش لازم في الشكل يعني، او انا بقيت راضي عن نفسي كده وراضي وبيني وبين ربنا علاقه، فيقوم ربنا انا بضرب ولله المثل الايه؟ الاعلى. يقول لك لا كفايه تعالى انت كده بقى وانت نضيف كده يلا. ولذلك في حديث ثاني يعضد هذا، قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انما يعجل بخياركم. ترجمها لي بقى كده، يعجل بخياركم. يعني الافضل يسترد الله وضعته فيه بسرعه. تعالى في اي عيله كده. ده وده مش قاعده مضطرده، احنا بنقوله في الغالب العام. في الغالب طبعا. والا سيدنا النبي كان عنده 63 سنه. صحيح. ده احنا في الغالب العام. صحيح. تلاقي اللي بيموت صغير احلى واحد في العيله. خلقا وادبا واحتراما، ويبقى يقول لك ايه؟ كانوا زمان كده يعني اهالينا يقولوا كده ده ابن موت. ده مش بتاع دنيا. كان ربنا كان هو لما مات كده كانوا بيقولوا ايه؟ لا مكان لي في دنياكم. يستحق مكانه في الاخره. ما سمعتش الكلام ده كتير؟ سمعت، ويقول لك اتخطف. اتخطف. فده راحه للمؤمن ايه؟ كفايه كده انت تعالى بقى قبل ما ايه؟ طب اخذه سيف للفاجر او للكافر، انا سبت لك كذا فرصه. ودي الفرصه الاخيره. مفيش فايده بقى. تعالى لي بقى. طيب لكن هي في النهايه فكره موت الفجأة او الموت بصفه عامه. ليه موت الفجأة يا استاذ تامر؟ معلش الحته دي. اتفضل. ليه بنبقوا قلقانين منه؟ لان ممكن الانسان يكون غير مستعد، يكون عليه صيام، عليه صلاه، اهو ده بقى هو ده، عليه ديون، هو ده السؤال اللي انا كنت هقوله لك. مخصم حد سواء موت الفجأة او الموت ما امنتش نفسي. هو بالنسبه لاي حد يا مولانا خطفه، الموت موت. ايوه نعم. وعلى فكره بالنسبه لاي حد الموت فجأة. ايوه نعم. وانت حتى لو مرضت مش انت بيبقى املك في ربنا ان انت تقوم وتشفى؟ نعم. من هذا المرض. نعم. ولا بتمرض عشان لما تموت؟ بس لما تبقى مريض بتبقى واخد بالك انت ممكن تموت. معلش بس بيبقى يعني ده انذارات. بس انما الموت الفجأة الامل في ربنا الشفاء. الخلاف موت الفجأة ايه؟ بدون انذار. صح. بس انا قصدي انه في كل الاحوال لا تعلم متى. اي نعم. ستموت. ولا الرسول يعلم. الله يفتح عليك. فبالتالي كل الموت بشكله العام فجأة. يعني فجأة لانه بالبلدي كده معاده. لا بلاش كلمة فجأة، بدون يعني نقوله ايه؟ موت الفجأة بدون انذار، الاخر فيه انذار. ماشي. انا بتكلم بانه طالما ربنا اخفى ميعاد الموت عن العباد. نعم. يبقى بالنسبة لي مش معلوم. مش مستعد له. بالظبط. صح بالظبط. تمام. هو السؤال بقى
بتهيألي أن المؤمن كيس فطن. أي نعم. إزاي كياستي وفطنتي تخليني أستعد له رغم أن أنا مش عارف هو إمتى؟ تصور أن الرسول قال لنا الحتة دي، صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن ينام لمدة 3 ليال إلا ووصيته تحت رأسه. الله، إيه رأيك في الحوار ده؟ الله، ما ينفعش يعدي عليك 3 أيام بلياليهم وأنت مش مأمن نفسك في الآخرة، تكتب علي كذا ولي كذا وفلان زعلان مني وعمك ليه كذا وخالك يا بنت ليه عندي كذا وانا يا بنت مرتبي كذا وانت يا كذا، تصور وتعمل لها ابديت، بقوله اي كل 3 ايام تحديث، تحديث كل 3 ايام تحدثها يا خبر ابيض، ويغسلني فلان واندفن في الحته الفلانيه وكذا، وتعملوا كذا وصيه وتعملوا كذا انفاق في سبيل الله. لا اله الا الله. احنا نتكلم بقى اهوت مع باب جنه اهو، اي وتطلعوا الباب جنه كذا في المية، لان لو مت من غير ما تعمل ديت مين يضمن؟ ده مين يضمن لو هي مكتوبه؟ وهي مكتوبه احسن بس انا ببرأت نفسي حتى اولادي لو ما نفذوهاش، يعني انا قابل ربنا اقول انا عملت كل عملي. انسان بالغ وله وريث، ايوه، عليه انه يعلمه، أيوة، بوصيته. اي نعم، وصيته فيما يتعلق به ماله وما عليه وما عليه. اي نعم، ثم وصيته فيما يفعل به بعد الموت. ايوه نعم، في الصدقات الجاريه لازم. ده واجب. يعني دلوقتي انا بساعد مثلا في خلال مبادرة الالف بير بتاعت باب جنة مثلا، وبعمل دخل شهري من دخلي للمؤسسة علشان تعمل حتى كذا. حتى الاسلام اعطاك الحق اقول كده في وصيتي، في التوصية ودي اسمها وصية واجبة النفاذ فيما يزيد على ثلث المال. لا مش قصدي ثلث المال، دلوقتي انا بعمل كده، بطلع مثلا سنويا او 5000 جنيه شهريا لباب جنة، وبقول لهم 2000 جنيه يروحوا لمبادرة الابار، 2000 جنيه يروحوا لتسقيف المنازل، 3000 جنيه يروحوا مثلا اكتب لاولادي إضعار. الرجاء وصيتي لكم ان يستمر هذا العطاء وهذا بنفس المبلغ كذا، بالشكل بنفس ده، بنفس المبلغ كذا في حدود ما هو في واحد ذكي جدا يقول ايه يا جماعه، انا لسه كنت على فكره من اسبوعين في القصه دي، واحد كان كاتب في الوصيه بتاعته ان تلت مالي وتلت ماله كان رقم يوضع في مؤسسه كذا، خد بالك، او يوضع، يا رب عشان ابقى صادق في في النقل، يوضع في شركه كذا، تمام، شركه مساهمه، مفهوم، وريعه بالكامل يخرج الى اليتامى والفقراء والمساكين. الله اكبر، ريعه بالكامل. فهم بيقولوا لي، قلت لهم ده بقى هيبقى مع سيدنا عثمان. طب سؤال صغير رغم انه ايه يحير، اتفضل، الصغير دايما بيحير. خليها ماشيه بقى، اهي ماشيه، اهي خليها تعدي الليلاد، والله ماشيه، انت بس نيتك لازم تصفيها. لا والله صافيه. طيب الصغير اللي ممكن بيصطادونا يا باشا، ما يصطادوا على ايه؟ واذا كان بص، طالما نيتك صافيه لله اوعى تقلق، وانت نيتك صافيه قوي، والله صافيه، طب الحمد لله. ليه؟ لان انا صادق، انا هقول لك سؤال صغير، طيب، وانت لما اقوله طيب هتلاقي نفسك بتحير. طيب هيبقى هو سؤال صغير بس يحير. هذه الوصيه اللي فيها ان انا تلت مالي او ربع مالي او كذا وكذا، البعض يعتبره افسادا لميراث ربنا اللي حطه في القران. لا، ده الوصيه شرعيه. ما انا بقول لك اهو عشان ده إيه؟ مستنى لسه اقول لك اهو، ما انا فاهم يعني، ربنا بيقول لك دلوقتي بلاش الشيخ احمد، ربنا يديله طول عمره تامر. لا، ربنا يحفظك برضه، ربنا يحفظ الجميع، بس كلنا سائرون، ماشي، كلنا ماشي، سائرون الى هذا المصير يا رب. ربنا بس يجعلنا من عباده الصالحين المقبولين يا رب. امين يا رب. تامر دلوقتي المفروض لما ربنا يسترد وديعته فيه، ربنا يبارك فيه، زوجته ترث بالقدر ده وبناته يرثوا بالقدر ربنا ده، ربنا محددها وكذا، خلصانه. تمام. جيت انا دلوقتي قلت بقى يا جماعه، في وصيتي، لو وصيتي انا مثلا سايب 100,000 جنيه، كل واحد عارف من دلوقتي كل واحد هيورث كام، اقول لهم لا، ده في 30,000 جنيه منهم ودوهم لباب جنه. حقك يا فندم. ما انا عارف. هنا البعض يقول لك بقى ايه، ما هو هنا انت تدخلت في إعادة توزيع ما شرعه الله في الإرث. ده هو ده شرعه الله، الوصية دي شرعها الله. ده القرآن بيقول كده في آيات المواريث. أيوة. في أواخر الآيات، كل ما يقول الربع التوم يقول إيه؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين. أو دين. وضع الوصية الناس بقى طول الوقت كانت بتركز في الدين وتنسى الوصية. عارف، وضع الوصية راسها براس الدين. أيوه. الوصية لو أبويا وصى أو أمي وصت أو أخويا وصى، الوصية دي دين في رقبتنا، لو ما نفذهاش هو ياخد الثواب وانا اعاقب. يعني معنى كلام كأنها حضرتك أمانة. كأنها انه أمانة. لا توزيع للمواريث، ايوه، الا بعد وفاء الوصية. ايوه بالظبط، زي وفاء الدين. ويا فندم لو ما نفذتش الوصية اخذت مال حرام، هو خد، هو اخذ الاجر كاملا وانا اخذت العقاب. ما يقولكش بقى ده حقي وده ورثي وانا مكتوب لي الخمس، يبقى لازم اخد الخمس كامل. لا. من كل ما ترك. لا. وان من كان بعد وصية يوصى بها، ده القرآن، او دين، سبحان الله. لا، اصل الدين الناس بتلتزم بيه. يقول لك احنا نوزع الميراث بعد وفاء الدين. انا قصدي ان القران جاب الوصيه مع الدين.
شوف وبعض آه. أو نفس الميزان وأو تقتضي التخيير أو ده صحيح. يعني بسوى بعض صحيح. وإن كان الأفضل الإنسان ينفق من ماله في حياته عشان تأمن نفسك خالص بقى خلينا ده صح. ايوه طبعا شرع. يعني ايه مش فاهم ما طب انا بقول لك اهو انا بساعد مؤسسه او جمعيه او شركه زي ما انت بتقول وعايز مساعدتي واسهامي ده علشان يعني الشركه او الجمعيه ما تتقطعش الهدف عايز يكمل مع مؤسسه باب جنه مثلا يعني اه انا ما تنينيش قاعد 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 وما طلعش ولا جنيه واقول يا جماعه طلعوا من ميراثي مفهوم طلعوا من ميراثكم لا انا بطلع طول حياتي وبوصي بعد مماتي مفهوم يبقى عملت اللي عليا قبل مماتي وبعد ايه وبعد مماتي وده يبقى هنا صدقه جاريه للمرحوم وليهم خد بالك وليهم امال ايه ربنا اكرم من وانت هتبقى اكرم من ربنا ونعم بالله امال ايه ونعم بالله امال ما هو بر الاولاد من غير باباهم او حبيبهم او جدتهم او جدهم ما يكون موصي هما بيعملوا صحيح. صحيح بس للاسف احنا معظمنا الا من رحم ربي الجلاله تبقى واخداها قوي في اول ايه شهر او شهرين او سنه مامتي بابويا اخويا كذا طب بعد سنه يا عم الله يرحمه بعد كده انقطع الله يرحمه لا قليل دائم خير من كثير منقطع احسنت مش هنيجي احنا بقى الجلاله واخدانا وايه وهات كذا وهات كذا وهات طب بعد كده نصيحتنا بعد ما طبعا ربنا يعافينا من المرض والتعب والعلل كلها أمين. وربنا يعني يحسن ختامنا امين ويجعلنا من المقبولين عجبتني قوي يا استاذ تامر وقطع كلامك في نص ثانيه فضل. دايما ان فعلا حسن الخاتمه الناس ظنوا من مات ساجدا او أيوة. قارئ القران او هو قايم الليل او هو صايم لا ده كويس ولكن الخاتمة الأفضل والأحسن أن تموت وليس في رقبتك دين لأحد الله يفتح عليك وأنت لست آكل حقوق أحد الله يفتح وأنت عليك. لست مخاصم لأحد وأنت لست ظالم لأحد أمال إيه أقابل ربنا كده نظيف وأنا راضي عن نفسي وراضي عن رزق ربنا ووصول للرحم ألقى الله وأنا بر الوالدين مش عق الوالدين ألقى الله وأحم مش قاطع السلام عليك هو ده الحقيقة هي دي الحقيقة حتى لو أنا مت عايز أقول لحضرتك حتى لو أنا مت في الجو لو أنا مت في البحر لاش علاقة بقى لا بمسجد ولا مع احترامنا لبيوت الله مفهوم لا زمان ولا مكان صح قلت لك ابن سلول مدفون في المدينة الحال الذي قبضت عليه الشأن الله يفتح عليك آه. قال رسول الله اختم بالحديث ده بقى وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا اسمع بقى دي عسله عمله ايه يقول لك انت راجل عسل أو في رواية استعمله نعم. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه اللهم صل وسلم وبارك على خير المرسلين خير الختام شرفت ونورت مولانا ودايما بنسعد ونستفيد ربنا يحفظك بنشوفك على خير دايما باذن الله سيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير اللي بيرصد فيه استمرار مبادرتنا مبادره الالف بير مع مؤسسه باب جنه والحمد لله اوشكت على الاتمام عشان ندخل معاكم في السنه الجديده باذن الرحمن في المبادرة الالف بير التانية ان شاء الله ونوصل يا رب للمليون بير علشان كل عطشان في مصر يجد نقطه مياه اللي بالنسبة له تساوي حياة من التقرير إلى الختام وأقول لكم سلام وغدا نهار جديد فراج من المتطوعين مع مؤسسة باب جنة ازيك يا حاج محمد ازيك يا حاج باشا انت كنت بتشارك في انشاء البير ايوه فعلا ايوه وشاركت في انشاء كذا بير كذا بير ايوه ممكن تقول للساده المشاهدين انت الخطوات بتبدا ازاي طبعا اول خطوه بتبدا بان احنا طبعا بننزل البلد بنشوف الاماكن اللي يكون محتاجه ميه
لان في اماكن عاليه وفي اماكن واطيه طبعا ما توصلهاش الميه خالص. مستوى سطح الارض يعني مستوى سطح. فبنحدد طبعا المكان اللي هيتحط في البير او مثلا بير او اثنين او ثلاثه على حسب السكان يعني. تمام. فالحمد لله يعني بناخد الخطوه دي في الاول وبنبدا بقى اجراءات اللي هي دج البير مثلا. البير بياخد معانا مثلا ممكن مثلا من 3 4 ايام لخمسه. بننزل حوالي من 50 ل 55 متر كل يوم بدج مثلا على حسب التسليم ممكن 10 15 متر لحد ما بنوصل للكيمه المياه اللي هي تصلح للناس تشرب منها. وبعد ما بنجمع الماتور بنبني طبعا المبنى اللي هي بتاع الخزانات على حسب ما يكون. لو خزان واحد بنبني مكان خزان واحد. لو اثنين بنبني اثنين او ثلاثه وبنحط ثلاثه. تمام. عشان تخرج بالشكل ده فعلا. انت يعني شعورك انت بقى وانت متطوع وانت بتشوف مثلا الفرحه بتدخل بيوت الناس دي، انت احساسك انت تكلمني عن احساسك انت الداخلي. انا لما تبقى الميه طالعه وما يكونش منطقه فيها ميه الواحد بيبقى فرحان.